وتمريرات بينيه صحيحه اثرت ان احنا نصنع اهداف 3 تمريرات. كابتن هاني انت عايز تكمل تقول ان الشناوي لازم يريح ان لابد ان هو ياخد راحه، لان برضو لعب ماتشات كتير جدا ورا بعضها، مستواه طبعا كلنا شايفين ان مستواه ثابت ومستواه بيزيد من المباراه الثانيه. لكن انا خايف عليه بصراحه يا كابتن علاء، انا خايف عليه ان هو ممكن لو حصل له حاجه لا قدر الله قبل ماتش الوداد هتبقى مشكله كبيره جدا، لان انت برده مش مجهز. يعني اخر ماتش لعبه تقريبا علي لطفي كان تقريبا ماتش ودي مش عارف كان الجونه تقريبا او حاجه، كان في التتش ده اخر ماتش شفت فيه علي لطفي، من ساعتها الراجل ما بيلعبش خالص. شايف ان انت خلاص يعني حسمت بطوله الدوري، شايف ان الراجل ده لازم يريح الشناوي، لازم تدي برده فرصه ثانيه على اساس ان انت يبقى البديل بتاعك جاهز لو الشناوي لا قدر الله حصل له حاجه. لازم يبقى في يعني لازم، انا شايف ان هي تبقى يعني في خطه الراجل، يعني ان هو برده لان الشناوي برده من اللعيبه المؤثره جدا ومن القوام الاساسي للفريق، وانا شايف ان هو زي ما قلت مستواه بيرتفع من المباراه الاخرى يعني. كويس، بس ده كان رايي يعني من اللعيبه المهمه اللي لازم تاخد راحه الشناوي يعني. ماشي، معانا الاحصائيات بتاعت المباراه. طبعا الاهلي وطنطا 1-0، استحواذ فريق طنطا النهارده 45